هل في حد يعني مرات الأمور الأصعب إنه لما بنكون إحنا مؤمنين لكن منتساءل عن ناس منحبهم ومنعرف شو مصيرهم إذا هن بالسماء ولا بجهنم ولا كذا بضل هاي عايش بهالحياة عايش بالهاي هل مريت بشيء ما أنا مريت فيه لكن اللي مر فيه أصعب من هيك هي الماما الماما هي عايشة معي وأنا أينو إنه كان عندها وجع بقلبها كتير يعني هي بتحب عائلتها بشكل مش طبيعي بتحب الكل لكن عندها وجع بقلبها لثلاث أشخاص اللي فارقوا الحياة which is تيتا وخالتي وخالي هيدول كانوا لإلها مقربين كتير فكانت كل مرة بقعد أنا وياها بتقلي قديش بحس حالي هيك عندي تعب عندي ألم من جوا بقلبي لأي شخص يفارق الحياة وما يكون اتعرف بالمسيح فقلت لها أمي ما حدا بيعرف you know شو اللي مخبب anyway مرة من تقريبا فترة سنتين الرب تقل على قلبي بشكل أنا ورائد بشكل مش طبيعي أنه تقوم بكير الصبح ونقعد نقضي أوقات مع الرب بالصلاة بيوم من هدول الأيام نحن عم نصلي سمعت صوته كأني مثل ما عم بسمع صوتك بيقول لي أنا عايز أعطيكي إعلان بخص أمك وهذا الإعلان رح يخليها to set her heart free يعني يحرر قلبها من أمور كتير وذاتس إت هذه الكلمة اللي سمعتها ما قال لي شو هو الإعلان انبسطت أنا قلت يا ربي إنه شو رح يكون هذا الإعلان اللي أنت رح تعطيني إياه بالنسبة لأمي وأنا عاد تفكر لكن ما حكى أكتر من هيك سو ما فيني أنا قرر شو اللي رح يكون أخذ تقريبا فترة سنة ونص كل مدي بروح بالصلاة وأنا بسأل يا رب شو هو الإعلان رح تعطيني إياه بالنسبة لأمي ما بسمع شيء أبدا لأنتل بس السنة الماضية طلعت هيك على قوتي سكرت الباب وقاعدة عم صلي وعم بذكر يا رب شو الإعلان اللي أنت بدك تعطيني إياه وأنا بعدني ناطرة فأنا قاعدة بتذكر أني أنا نايمة على التخت هيك وعم صلي فجأة رحت بغيبوبة يعني معاش أنا بتذكر أنا وين بأي أوضة وين رحت بغيبوبة كل اللي بعرفه فتحت عيني لقيت حالي I know أنه أنا بالسما واقفة على جسر وجسر شوي ضيق ورب يسوع واقف حدي بلزق تقريبا كتفه ضارب كتفي فأنا واقفة شعرة بخوف بس مش خوف الرعب خوف الرهبة فأنا عم بطلع فيه خوف الوقار exactly بوقار عم بطلع فيه بيقدر يحكي معي بعينيه أنا تمي ما كانش عم بتحرك فقال لي طلعي على شمالك وشوفي لما قال لي هيك ابتدى اجتني رجفة من جوا مش عم بعرف أنا شو اللي بدي شوفه فابتديت اطلع ابرم هيك وجهي شوي فبرمت وجهي لقيت التيتا وخالي وخالتي واقفين ثلاثتهم فأنا مش قادرة أحكي لكن التيتا طلعت فيني عملت لي هيك وهي لابسة مثل إشارب على راسها كمشت الإشارب وشالته وكبته من إيدها لكن خالتي ليلى قربت كذا خطوة وقفت قدامي قالت لي فادية أنا هون موجودة بسبب أمك وبليز قولي لأمك هي مش رح تستوعب ومش مستوعبة شو اللي مستنيها هون وبليز قولي لها إنه ما توقف صلاة من أجل العيلة ومن أجل الأقرباء لأنه في منهم كتير رح يكونوا هون هي عم تحكي هذا الكلام معي كأنه في شاشة انحطت قدامي هون وابتدت أو وجوه ناس شوفها كتير وفي وجوه لحد هلأ يعني بعرف من هي في السماء رح يكونوا هون الوجوه اللي شفتها على الشاشة مش موجودين لكن هي عم بتقلي صلي لأنه في ناس كتير رح يكون موجودين ابتدى يعطيني فكرة مين اللي يعني لمين تصلي وهذا كل اللي صار فجأة وعيت ورجعت باك الأوضة اللي أنا فيها عم بتطلع شو اللي صار الاختبار يعني كأنه لقيلي مثل كأني هلأ واقفة قدامك هالقد ريل الاختبار هالقد حقيقي يعني عارفة متأكدة ما فيش حدا يقدر يشككني لأنه I know اللي حصل معي is supernatural مش طبيعي يعني شيء خارق فوق الطبيعي.